حمل أسامة دادا آلته الموسيقية وكتبه التعليمية من سوريا إلى عنتاب التركية، وبدأ العمل على تدريب السوريين بمختلف مناطقهم التي ينحدرون منها على الموسيقى. ونشوف تقرير وبنرجع. الهدف من العزف والتفاعل الموسيقي مو الهدف منه أنه هدول الأطفال أو الشباب بكرة يصيروا مسرحيين أو يحصلوا على المادة من خلال الموسيقى، لا، الهدف هو عدة أهداف: زرع المحبة بيناتهم، تاني شغلة زيادة الثقة بالنفس. الموسيقى معروفة الموسيقى بتنمي الذكاء، العنف المزروع بالأطفال، الموسيقى أكبر وسيلة لتزيل العنف من نفوس الأطفال والشباب. أسامة دادا مدرس موسيقى، وتقدر تقول يعني موسيقار، يعني شغلتي بالموسيقى عدا التدريس يعني والتعليم، تلحين ما تلحين، بوثق نوط قديمة بوثقهم، بكتب طالع مثلا كتب الموسيقى. هذا مجال الموسيقى بشكل عام. من منطقة عفرين، من قرية قطمة، صلي ممتهن الموسيقى تقريبا حوالي كمهنة يعني 22 سنة. يعني تعلمت بسبب حبي لأنه أتعلم الآلة، والتاني شغلة تعلمت لحتى قادر أساعد جيل بأكمله، كان هذا شيء ضعيف كتير، فأنا يعني ساهمت بتعليم عدد كبير هائل جدا من المنطقة، من عنا بتعليم أكاديمي وبشكل صحيح. يعني عدى علي طلاب عمرهم 4 سنوات إلى مفتوحة طول 50 60 سنة، مثل أي سوري. نزحنا كلياتنا، يعني هاجرنا بسبب الظروف الحرب بتركيا. كمان يعني في شريحة كبيرة من السوريين هون، بتعرف بغازيانتب، غازيانتب ما في ما لا يقل عن 600-700 ألف سوري، يعني و600-700 ألف هذا مجتمع بكامله، المجتمع بكامله بحاجة إلى كل شيء، بحاجة إلى موسيقى، بحاجة إلى ثقافة، بحاجة إلى علم، بحاجة إلى دروس، بحاجة إلى مدرسين وإلى آخره. والموسيقى هي ركن من أركان الحياة، يعني انه الموسيقى بضل اسمها موسيقى، يعني اذا كان كردي ولا عربي ولا تركي ولا ارمني ولا شو ما كان، انا بتحب الموسيقى، يعني اعمال موسيقيه عراقيه سوريه كرديه تركيه ايرانيه، اشتغلنا اعمال غنائيه اعمال موسيقيه، يعني بالشكل عندي عمل موسيقي باربع لغات، عمل غنائي عفوا باربع لغات، بالعربي وبالكردي وبالتركي وبالانجليزي. هذا العمل اللي العمل الغنائي المؤلف من 4 لغات بتمنى نشوف النور وألاقي السبونسر المناسب ليرعى هذا العمل. روحي بتضل تحوم بين غيمات بلادي، روحي بتضل تحوم بين غيمات بلادي. فاصل صغير ورجعين.